مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج تسعة سبور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد اللي تعودتوا عليه يوم الخميس في متابعة لمختلف الأحداث الرياضية وطنيا وعربيا وإفريقيا. وطنيا سنتحدث بالتأكيد عن مباراتي الدور نصف النهائي لجمعة الأولى في الشابة بين هلال الشابة والترجي الرياضي، وترشح في أعقابها فريق بسويقة للدور النهائي، وطبعا المباراة الثانية تلعبت في ملعب الطيب النهيري بصفاقس، وتمكن الاتحاد المنسيري من العودة بورقة الترشح من صفاقس بالذات أمام عاصمة الجنوب. عديد المواضيع والحوارات والتحقيقات أكيد باش تتابعونا وما تندموش. نرحب على اليسار بالجنرال عمار، أهلا وسهلا بك عمار. مرحبا بك عادل، مرحبا بالشباب الحضور وخونا فريد يعني مدة بالوحدة. إن شاء الله نقضيو يعني سهرية طيبة ونقدموا فيها الإضافة إن شاء الله للمشاهدين. إن شاء الله هذا ما نتمناه. أيضا سعيد بالترحاب بفريد بالقاسم، أهلا وسهلا بك فريد. شكرا عادل على الاستضافة، مرحبا بالحضور، مرحبا بالشباب المشاهدين. على اليسار نتاع فريد سهير براضي، اهلا وسهلا بك سهير. مرحبا يا راجل، مرحبا بالسيد الحضور نوتامون مدربي فريد سامار، ان شاء الله حصه طيبه. منتصر الوحيشي، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بالحضور بالسيد المشاهدين. عبد المجيد بنتيني، اهلا وسهلا ومنور. عادل مساء الخير، مرحبا بالحضور، مشاهده طيبه الجميع ان شاء الله. ناصر، اهلا وسهلا ومرحبا ناصر. مرحبا عدولة، مرحبا بالحضور ومرحبا بالسيد المشاهدين. بما انك تحكي عن الحضور حاب نرحب ترحاب خاص باكاديميه مونديال المعموره مونديال فوت، تحيه ليهم حاضرين معنا ومنورين. انا اكيد سنتحدث عن هذه الاكاديميه وتكوين الشبان وغيرها من المواضيع ذات العلاقه، لكن كالعاده نبدا مع باسوف ابرز لقطات الحلقه الفارقه. نحب نشكر معز بن شريفية مرة أخرى على خاطر قبل ما نجي بحذيكم جيب حذية للدار وفرحني. جابك شامبيونات صورت بها قال لي موجودين في تونس اللي يحبوا يعاونوا واللي قادرين باش يعاونوا، ان شاء الله الرساله نتاعك وصلت. ميسا انت مثال تاع النجاح، مثال تاع الانضباط، مثال تاع التحدي، واكيد سعداء جدا بهذا النجاح وهذا الامتياز وهذا التحدي وحب الحياه. نحب نشكر الصابر خليفه على خاطر قبل ما يجي لهنا للبلاتو بحذاكم كلمني في التليفون ورفع لي معنويات. عندك قلاي ولا لا؟ مازالها كي تقولها متصل ولا لا؟ العب سمير وكان ما جاوبش صحيح ناخذ مليون. لا لا طيح عليك مليون، طيح عليك مليون. لا يا سمير برافو، سمير برافو. خذ المليون انت، خذ المليون مش خذ يلعب. تبع ناصر بدري، ما عادش مش تبعك انت حاجه اخرى تصور مع بروبوكو دي مربعين. معناها اتصل ما سلك كان منتصر. اي لا لا مع بروبوكو دي مربعين اما يعطي الصحه الجرام برافو سمير برافو. ملفات اغلب اللاعبين تقريبا عندي 10 ولا 11 ملف لاعبين موجودين تو عادي باش يطالبوا بالمستحقات نتاعهم. صارت محاولات صلحيه للاسف ما وصلتش، مفهوم لانه اليوم نادي الفريق كان يمر بازمه ماليه، لكن كيف اللاعبين راهو هذه مستحقات ما عادش باش نقول لك. قداش المبالغ هذه خلي الجمهور الافريقي يعرف زاد قداش فما من لاعب بيسال وقداش المبالغ اللي مطالبه الهيئه المديره توفرها للاعبين؟ فوق 3 مليارات. فوق 3 مليارات. لاعب يخلط في منتصف سنين ما عندوش عقد احتراف، ما صححش لو بروميير كونترا بروفيسيونيل 5 سنين مع جمعيته، يمشي عنده الحق باش يمشي يلعب في جمعيه لبرا من تونس، مش في تونس ما صححش وجمعيته تاخذ لا بريم دو فورماسيون. هذا صارت مثلا لاعب يخرج من بي اس جي مشى لبايرن. فما سن معينه المدرب يكون فيها الطموح، فيها معناها القوة، فيها الحضور، وفترة متاع تكوين، وفترة متاع كذا، وفترة متاع خبرة. دونك إذا كان احنا المسؤولين متاعنا متمسكين بالأشياء هذه ونخموا ديما حتى في المنتخبات، ما أنا جبنا الـ 75 سنة وجبنا 70 سنة إلى يعني زايد الحديقة. مشكل الملعب التونسي أنت وقت اللي تبدأ عندك ملاعبين لازمك تعرف تحمي روحك.
هو عطاها عقد ما حبش يصح. اي ما لازم ما عرفتش نيغوسي، راه فما نيغوسيسيون وقت اللي انت تحط ملاعبي ويكون عنده قيمه فنيه كما قال بكري مجده، معناتها لازمك تعرف تنيغوسي معاه. هو نتفاهم راهو موقف نجم الساحلي علاش؟ نجح مع لومير. معناها تقريبا المراحل الكل اللي مروا بها المدربين اكثر مدرب نجح مع ليتوال، لكن اليوم معناتها نجم الساحلي ما لازموش يكون رهينه لومير. سامح الدربين. شنو شعره لوك وحجامته ودنيته محلى على الاخر، كان يعرس بيا ما ينساش نعطيه فلوس يحرس بيا. كانت طبعا لقطات من حلقة الاثنين الفارط، الحلقة اللي كانوا حاضرين فيها زوز من الشبان متاعنا بنية وليد مرضى عافانا وعافاكم الله بمرض السرطان وتفاعل كبير من الشارع الرياضي ومن عديد الأطراف خاصة اللي عندها علاقة بالرياضة. محب الأفريقي اللي تواصل على المباشر مع منتصر لوحيشي وفى بوعده من الغد ودفع 50,000 دينار في الحساب الجاري لأحمد. بزيد التفاصيل في تقرير عصام زناوي، هيثم الفرشيشي ووليد رياحي في المونتاج. في إطار التفاعل على المباشر، منتصر لوحيشي تلقى منذ قليل مكالمة هاتفية من أحد أحباء الأفريقي بالنسبة لأحمد الخليفي باش يتبرع له ب50,000 دينار. ألف تحية لإخواننا في الجزائر على هذه اللفتة وعلى هذا التفاعل. يعطيك الصحة اللي عاونتني بالمبلغ هذا وربي يزيدك ما أكثر منه. باهي تو بدينا نقرب للمبلغ اللي حاجتنا به. إن شاء الله. يعطيه الصحة وبارك الله فيه، نشكره ونشكروا الناس الكل اللي تعاطفت مع أحمد، برشا ناس اتصلت وباش يعاونوا أحمد، ونشكر برشا السيد هذا لأنه وفى بالوعد نتاعو. الحمد لله يرحم والديه السيد اللي اتصل بي البارح في الليل، ومحب النادي الافريقي في الجزائر، جزائري جنسيه، وقال لي راهو مستعد باش نعاود احمد نعاونه، وشاف الوضعيه نتاعو ربي يبارك له، وان شاء الله ربي يكثر منها من الناس العباد هذوما اللي يعاونوا ويعملوا الخير. وضعية صعيبه نتاع احمد، ان شاء الله ربي يشفيه وكل واحد يعاون باللي نجم، وان شاء الله في اقرب وقت يخرج ويسافر ويمشي ويرجع لنا لاباس. الناس باقي تطلب، الناس باقي تجيني ميساجات عاود لنا لي كونت. بالحق برشا تفاعل من البارح لليوم الحمد لله، فما برشا تفاعل. نحس روحي قريب نطلع لفرنسا باش نرجع لاباس. على البارح تزيدت 7 ملايين على الكونت، اليوم السيد راهي امانته وصلت ل 50 مليون، نشكروه برشا، نشكروا الناس الكل اللي تفاعلت، والتفاعل اللي جاء البارح زاد كان في المحل. نتصور الناس توا وصلها صوت احمد، والناس كلها مع احمد، والتوانسه كلها الداخل والبر، الناس كلها راهي مع احمد، نشكروهم. اما الحكايه اللي بالحق مازلت معطله شويه هي حكايه الفيزا. نشكر جمعيه الاسبيرونس، سي اس اس، ليتوال اللي هبطوني في الباجيت نتاعهم، وانا مش ما يهمش في معناها في الفتره هذه ما يهمش الالوان، ما يهمش الاحمر والابيض، المهم اللي نحن سويسا، لازم التونسي للتونسي. يعني بالفعل تحية لهذا المحب للإفريقي من الجزائر، وخلافا لما تردد ليس بلاعب سابق، ليس بجاب ولا غيره، هو رجل أعمال جزائري محب للإفريقي. وأكيد مزيد التفاصيل مع منتصر باعتباره يؤكد ويحرص أنه اسمه ما يتذكرش، فتحية ليه أكيد يتفرج فينا، وتحية لكل أشقائنا في الجزائر اللي تابعوا في البرنامج. منتصر والله يعطيه الصحة يرحم والديه على جيست، يأكد ما يحبش اسمه يتذكر، ما يحبش يتدخل، يحب
ماهوش لاعب سابق لا لا ماهوش لاعب سابق، رجل اعمال جزائري يعيش ما بين الجزائر واوروبا، دونك تكلم في المباشر قال لي غدوه ترقى لمانة عند. وبالفعل انت كلمتي 9:30 تاع الصباح للوندما فهمت بالضبط، قلت وكلمنا والدته ومشات مشينا للبنكة وصبينا الفلوس، وقال لي كان في الاخر معناها مازال الوليد يستحق اكثر من هكا باش نعاونوه، راه ما عندي حتى اشكال. يعطيه الصحة، برافو برافو عليه، برافو. عمار، تقريب مبادرات إنسانية كما هكا وتفاعل بهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذه السرعة يخلينا معناها أمام مسؤولية أنه حالات كما هكا نوريوهم، ونشكر الناس اللي تفاعلت واللي عاونت واللي مستعدة تزيد تعاون. بالطبيعة نثمنوا ساعة الدور الإعلامي في الأمر هذا، يعني دور إيجابي لما يعني نفرج كرب العديد من العائلات في ساعة ضيق في ساعة صعيبة، فهذا أمر يعني يكون تريتوشان معناها يأثر، وخاصة في ظل يعني الطريقة اللي بها اللي هي ما فماش فنفار ما فماش معناها لكن نقولوا احنا الدعاء يعني بتستر بتكتم، وذاك هو المطلوب في بعض الأحيان لأنه الأمور معناتها حساسة، وأهم شيء كونه احنا نقول في الأخير كل ديما نقولوا يرحم والديه لأنه عاون ومد يد المساعدة وفرح معناها عائلة وفرح معناها شاب صغير، وإن شاء الله كل شيء يمشي معنا في طريق صواب، وهذا يعني نقولوا اللي ما هو إلا بدرت يعني خير، وإن شاء الله الأمور تتطور أكثر من هكا وتكون أكثر فاعلية وأكثر جدوى. هذا ما نتمناوه، لأنه نحب نأكد أن البلاتو هذا أكيد يحكي على الرياضة، ولكن مش كتكادو كهوا، يحكي على الجوانب الاجتماعية، الجوانب الفنية، الجوانب الثقافية، لأنه حبينا يكون يعني متنوع وثري قلب الشارع ويتفاعل مع كل الأحداث بمختلف أنواعها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات اجتماعية مثل تلك الحالة. ناصر عادل، خاصة كي جينا من أخ جزائري، معناتها باش توري العلاقة الوتيدة ما بين تونس والجزائر، معناتها اليوم العلاقة اللي مربوطة ما بين تونس والجزائر تتأكد أن الناس هذوما راهو بالرغم انه مش تونسي، لكن انا معناتها اليوم فما ولد تونسي، فما تضامن كبير، ما احلاهم جست هذوما يزيدوا يكبروا العلاقه بينا وبين اخو الجزائريين. بالحق مره اخرى نحيوه من كل قلبنا، اللي هو كان معناتها بالحق في الوقت الصعيب هذايا القاه الولد هذا، وان شاء الله ربي يحلها في وجهه. باهي، ربي معاه وربي يحلها في وجهه. كواليس حلقه الاسبوع الفارط مع هيثم الفرشيشي، شنو الصور واللقطات اللي ما شفتوهاش على المباشر؟ كيفاش تم توا عملية المراقبة؟ نقيسوا سخانة الأولاد الكل اللي عندنا ولي بارون زاد اللي معانا، وبقدرة ربي سخانتهم تكون مريقلة، الناس الكل يدخلوا للاستوديو يشدوا بلايصهم، الناس الكل بالبافيت وبيجي الفيديو، وبقدرة ربي يبعدوا على بعضهم شوية ويمشي كل شيء مريقل إن شاء الله. تقبض منتصر ما جابت لنا شيك نتاع الاحمد. اي وانت شبيك ما قبلتش التحدي؟ الناس انا سمعت كلام الناس الخوت قال لي ما تقبلش التحدي ياك ربح غرب سامي. سؤال ما كنتش باش نطلعه نتاع قداش من بطول دونك كاتبين الاغنيه تاع التهديات جرتو مش غريتك بيا تو نقول لك كيفاش. سي عمار شنو غني له الاغنيه هذيك نتاع الناس؟ والله خاينه شويه بيه. يا ناكر المعروف يا ناكر المعروف يا ناكر المعروف اه ويا ويلي يا ناكر المعروف اه ويا ويلي.
والله لا كريت عليه لا شيء بكري منصر لعب وربح جاء قال له ما يقبل التحدي وخذ لعب كيتو دوبل كيلقى روحه في نفس الوضعيه اللي كان ينصح فيه بمنصر يسمي يعملوا هو هذاك قانون اللعبه كيلقى روحه هو في الوضعيه ولا الديسيزيون صعيبه واحد مشي نبر سهل اما كي تلقى روحك يا مليون يا الزملين تلعب وتخسر كا ولا غد وانت شبيك قلت لمنتصر استعبد بذوكم لا منتع خاطر ما خير منتع نحبه نحبه يربح ما يلعبونيش ما يلعبونيش ولا ما يلعبون ولا ما يلعبون تعرف ايش ريت تي جي في فيش يمشي في ثنيه واحده اليمين على اليمين على اليسار هذوما ميحي مع الرياح بكلها تلعب شكون نمبر 1 في الحكايه هذيا سي عمار ربي يطول في عمره تو عمره 63 سنه هكا ولا عامين اخرين 65 قال ما عادش نخدم كان جه هلال تعطيه 5 مليون يورو في العام يمشي على الصقيل السعوديه روح من السوق عمار روح من السوق عمار روح من السوق جاب الهبل روح النوق عمار اللي عاد حاب يخرجك راس راس مع جمهور جي اس كا هو خرجني راس راس مع جمهور جي اس كا مع الزمالك مع الكل خرجني راس راس اليوم مع الكلوب ما اسمع مصادره تك تك يطيل على المعلومه لا انا اللي دوخني فيها كان تاع فوزي الحقيقه فوزي البنزرتي ما فهمتش منين جاب المعلومه اللي انا لان انا واستاذ ركباني محامي ما فهمتهاش هذه بالحق ما فهمتهاش هكذا كانت الأجواء في الكواليس قبل ما نرجع ونفتح صفحة مباريتي نصف نهائي كأس تونس أكيد ومضة المعلقين الرياضيين نعرف المسابقة متواصلة والإقبال كثيف ومكثف من المعلقين الشبان اللي يأملوا أن يكونوا معلقين المستقبل نشاهد الومضة ثم نعود تحب تولي معلق مشهور وتدخل عالم النجومية التاسعة سبورت تعطيك الفرصة باش تشارك في مسابقة أفضل معلق رياضي مجموعة من أبرز المعلقين باش تختار الأفضل كل شهر يحضر معنا في البلاتو ويفوز بألف دينار من إهداء برومو كود جرب حظك وابعث فيديو على رقم الواتساب 28 045 589 الريال يواجه فريق برشلونة الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو وهذه كرة لمصلحة فريق برشلونة لويس سواريز يلعب السونتر يمر كرة ميسي ميسي يعطي كرة بلغيث بلغيث يلعب كرة بلغيث يلعب كرة لهوني لهوني يدخل منطقة الجزاء يلعب كرة الخنيسي والهدف الأول عادتك يا هداف الخنيسي يسجل الهدف الأول في دقيقة 15 الخنيسي مع لقاء مهم جدا أمام مستقبل السيمانة الكرة الأخيرة والمخالفة الكرة الأخيرة والمخالفة يتحصل عليها فادي بن شوك في اللقطة الأخيرة بعد التدخل على مهدي بن صيب التدخل من مهدي بن صيب وقت قاتل جدا هدف يصعب في التعويض شوط ثاني كارثي للمنتخب المنتخب التونسي دفع ضريبة غالية لأنه ما كانش حاضر ما كانش جاهز في الشوط نيمار يرجع نيمار يعطي كرة ميسي يضرب الكور بو با 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 والهدف الأول البارسا جولة متأخرة لهدال البراتلي ننتقلوا عشية اليوم إلى ملعب بوجمع الكميتي بيبج حيث يحتضن الأولمبي البيجي ونظير النادي المسيحي نجد عاد فتخيلي في حراسة المرمى في الدفاع فخر الدين الجزيري بجانبه غازي عبد الرزاق لأول مرة يلعب في محور الدفاع النادي الإفريقي عادل النفسي كحراسة المرمى
انيس الحمري على الجهه اليسرى، على الجهه اليمنى خالد السويسي. إذن كما قلت المسابقة متواصلة، وماذا بيا نبعد شوية على التقليد لأنه هي مسابقة تاع معلقي رياضيين يختاروها مجموعة من أبرز المعلقين، والجائزة نتاعها 1000 دينار وحضور في البلاتو، في انتظار أيضا الترشح للجائزة الكبرى، جائزة أفضل معلق في الموسم. نفتح الآن ملف مباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المناسيري. فريق الاتحاد يضرب بقوة ويسجل هدف قاتل في الحصتين الإضافيتين ويعود بورقة الترشح للمرة الثانية في تاريخه لنهائي كأس تونس. مزيد التفاصيل مع فوزي الخماسي، سليم ناجي وأيمن الهدري في المونتاج. بعد المركز الثالث في البطولة ومشاركة قارية في كأس الكاف، الاتحاد المنسيري يأكد المردود المتميز اللي قاعد يقدم فيه الموسم هذا ويترشح لنهائي كأس تونس على حساب النادي الصفاقسي في الطيب المهيري بالذات. أنا راني اليوم في جمعية كبيرة، جمعية كلاسية ثلاثة في تونس، جمعية اللي أنا السويسرية العام الجاي باش تكون أقوى من السنة. فرحان، نحب نقول حاجة وأني تعلمت في حياتي كي تنجح في جمعية ما تتغرش وتحب تمشي جمعيات الكبار، حط سقيق على القاعة، كل واحد ياكل ما يكتب له. سحب كأس الموسم الفارط السي اس اس اكتفى المرة هذه نصف النهائي، وبين عليه التأثر بهزيمته الأخرى ضد الترجي في الكأس الممتازة. السي اس اس في 3 أيام يخسر 2 ألقاب. صحيح هذا واقع اليوم كي نعملوا الكونستان، نقولوا احنا كان ثم ثلاثة أهداف، الهدف الأول المرتبة الثانية بعد ما بعدنا البطولة وصلنا له، من بعد الألقاب خسرنا السوبر على بينالتي وخسرنا اليوم على بلارتي. جوز خيبات ثار على اثرها احباء نادي عاصمه الجنوب وعجل باستقاله الكاتب العام سامي بوصرصار واعلان بوجلبان نهايه مسيرته مع الفريق واصداء عن تغييرات مرتقبه. بالتكمون اليوم كملت هذاك هو يعني الاتفاق كان انه للاخر الموسم حاولنا كما نقولوا بالامكان انه واحد يحاول انه يضيف باقي، من بعد بينصير توا نجم نقول لك نجم نعملوا دي كونستا ونجم نجموا يعني على الاقل نعرفوا المشاكل ونشخصنا المشاكل وان شاء الله الحلول القادمه. ماتش سي اس اس واللي يسمو ما عرفش مستوى فني كبير، لعب متقطع خاصه في الفتره الاولى مع اسبقيه للاتحاد اللي كان اكثر خطوره من الناحيه الهجوميه. صارت السوبر قدام الترجي كان لها الاثار الكبير على الفريق البارح، وهجوم النادي الصفاقسي ما تحرك كان بعد نص ساعه بالاعتماد على سرعه وفنيات طانديا وايدو. من عرج اللقاء كان في الدقيقه 49 بعد اقصاء محمد بن علي الشيء اللي صعب مأموريه السي اس اس. نقص عددي خلى الاتحاد يفرض سيطرة بالطول والعرض على كاميرا ذات الفترة الثانية، أكثر من كرة وأكثر من فرصة، وكان قريب في أكثر من مرة من التسجيل لكن تسرع من جهة وتألق الحارس دحمان من جهة أخرى، حكموا على نهاية التسعين بالتعادل سلبي بشكل تجاوز الفرق للحصص الإضافية. نادي الصفاقسي جمعية كبيرة ونجم يلعب بتسعة ويربح ماتشاته. اليوم عرفنا كيفاش ندومينيو اللعب، احنا لعبنا زاد ضد برشا جمعية زاد ب 10 ملاعبية وكنا أحسن من الفريق اللي يلعب 11 جوار. تعرف كي تلعب 10 تولي عزيمة الملاعبية أكبر، يولي كل ملاعب يحب يزيد من عنده. دونك نادي الصفاقسي قام بالواجب بتاعه، برافو. الاتحاد المنسيري واصل لعب الضغط العالي وكمل في فرض سيطرته، وكل هجمه كانت توحي بونتو لحدود الدقيقه 107 اللي جاب تجديد للضيوف، مخالفه مباشره من ياسر جلاسي وبرمضان يمضي على هدف العبور للنهائي. بعد بونتو لياسمو خلنا انه رده فعل النادي الصفاقسي باش تكون قويه، لكن العكس هو اللي حصل، تراجع اداء الفريق وجاهزيته البدنيه والاتحاد واصل الضغط وكاد انه يضعف النتيجه في زوج مناسبات. عامل بدني نتصور انه اثر علينا برشا. اعتقد انه خساره توجع ويلزمنا بيان سور نقول اليوم الكره مش تقف هنا، معناها يلزم النادي الصفاقسي اليوم يخمم في الموسم القادم من توا، لانه زايد انه كل مره تقعد كي تخسر تحزن ولا كي تربح تقول انا عندي احسن كيب، هذه كونستا غلط، ما يلزمناش نكونوا سطحيين في لي كونستا نتاعنا، يلزمنا نعرفوا مشاكل النادي الصفاقسي.
انتصار من خارج الديار يأكد به فريق عاصمة الرباط مردود ولقوي الموسم هذا، ويضرب به موعد مع ثاني نهائي ليه في تاريخه في المقابل النادي الصفاقسي، يخسر جزء ألقاب في غضون 3 أيام وحالة احتقان وغضب جماهير كبير في عاصمة الجنوب. ترشح عن جدارة واستحقاق للاتحاد المنسيري، لأكد هذا الموسم طبعا أنه واحد من أبرز الفرق في الكرة التونسية، موسم استثنائي للاتحاد، مرتبة ثالثة في البطولة ودور نهائي في الكأس. أكيد تفرجت في مباراة فريد بلقاسم، برشا كلام تقال على المقابلة، نادي الصفاقسي خارج من مباراة السوبر يحب يرد الفعل ويتصالح مع جمهوره أمام فريق يحب يكون حاضر في العرس النهائي، لأن المباراة سيحتضنها ملعب مصطفى بن جنات في المناسير، يعني فما برشا أجواء حافت وتخللت وعقبة المباراة، الثابت أنه الفريق اللي كان جاهز هو اللي يربح في هذه المقابلة. صحيح، بغض الطرف على اللي النادي الصفاقسي يلعب مباراة قبل ثلاث أيام، هذا الكل معناتها نعرفوهم، ولكن شفنا الاتحاد المنسيري اللي نعرفوه، شفنا الاتحاد المنسيري اللي زاد أكد اللي كونه ما نقولش مفاجأة متاع الموسم هذايا، ولكن بصراحة قاعد يعدي في موسم محترم جدا. وصوله للدور النهائي في اعتقادي وصل عن جدارة، لأنه الاتحاد المنسيري يعرف كيفاش يوقف النادي الصفاقسي، خاصة على مستوى بناء الهجمة من الدفاع وفي وسط الملعب. النادي الريدي الصفاقسي ما لقاش الطريقه وما لقاش الفرصه وما لقاش كيفاش بيجيب لي الهجوم من 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 وسط الميدان، خاصه انه ما كانش عنده اللاعب اللي نجم، اللي عنده الكاريزما وعنده الشخصيه نتاع ليس جلاسي، اللي نجم يعطيك الحلول، اللي نجم يعطيك الباس الاخير، اللي نجم يعطيك اللي يخلق لك فرصه على مستوى التنشيط الهجومي. الاتحاد الريدي المنستيري ضغط عالي، الاتحاد المنستيري عرف كيفاش يكسب المباراة نتاعو. وثم ما ننساوش انه رغم اللي نادي الصفاقسي يلعب الشوط الثاني ناقص لاعب، ولكن الاتحاد المنسيري حتى في الشوط الاول وقت اللي كان نادي الصفاقسي يلعب 11 لاعب، كان نادي الاتحاد المنسيري هو اللي فارض اللعب نتاعو، هو اللي كان حاضر اكثر على مستوى الهجوم، هو على مستوى الاستحواذ نتاع الكرة. على كل حال نادي الصفاقسي اكيد وانه زاد تاثر بخروج لاعب بن علي، ولا انه بصراحه اللعب هذا خذا ورقة حمراء. أنا نشوف معناتها بن علي عنده خبرة في الـ في الـ في الـ في الكورة ولعب في الملعب التونسي، يعني كانت خطأ بدائي بالنسبة لي أنا نعتبر، لأنه حتى المنطقة اللي خذا فيها الأخرى صفرة الثانية ويعرفوا عنده ورقة صفرة أولى، ممكن كانت زادت صعبة أكثر على نادي الريدي الصفاقسي. على كل حال أنا في اعتقادي أنه الاتحاد المنسيري بالمجموعة اللي عنده فريق متكامل، فريق قادر باش يمشي لبعيد، خاصة أنه اليوم مترشح للدور النهائي، الفرصة قدامه باش يلعب على ملعبه، وإن شاء الله الاتحاد المنسيري يحافظ على المجموعة هذه حتى ينجموا يشاركوا في كأس أفريقية ويكونوا في مستوى التطلعات نتاع الحبايب نتاعو الجماهير التونسية كل. عاد مجيد قبنطيني، نجموش نقولوا النادي الصفاقسي تمس معنويا بعد مباراة السوبر باعتبار أنه أبرز اللاعبين نتاعو الشبان، فما كما قال فريد منذ قليل الإرهاق البدني عامل هام جدا، وشفنا اللاعبين في الحصص الإضافية وقفوا برسك، معناها ما تبعوش النسق. وفي الحالة هذه السياسيس بعد خسارة أمام الترجي كان يسمو يعمل ردة فعل، ردة فعل ما كانش موجودة، لأن كان المنافس اللي لعب قدامه كان منافس قاري سياسيس كما يلزم، وقف نقاط القوة متاعه. و نقطة تحول حسب رأيي أنا، لأن صحيح شفنا الأفضلية للمناسير، لكن ما كانش الخطر كبير ياسر على مرمى سي سي اس. نقطة تحول هي خروج محمد بن علي، أنا شخصيا تفاجأت، لأن شفنا من السير تلعب تقريبا 3-6-1 مهاجم واحد اللي هو أكبوتو. خروج محمد علي وتعويضه بنور الدين الزمام هو الزموري، خرج محمد علي ترابلسي. محمد ترابلسي في ريكوبيراسيون دو لابال وسط التيران كان مع سوكاري وتانديا عاملين هذاك الاكيليبر. حسيت انا شخصيا هذا رايي الخاص اللي فما فراغ في وسط الميدان اللي استغلوا الاتحاد المنستيري. كان ممكن حسب رايي كان يحافظ على الاكيليبر اكثر الاطار الفني، لانه يجي يلعب ثلاثه، لان اوكبوتو يلعب مهاجم واحد، والا يحافظ على وسط الميدان نتاعو ويخرج يا اما ايمن حرزي او اشرف حباسي. هذا انا حسب رايي هو اللي خلى
نقطة تحول وأعطى ثقة أكثر للاتحاد المنسي اللي شفناه خاصة في البرونغاسيون. هنا وأنت تكلمت عن نقطة هامة الإرهاق ظهر خاصة في الوقت الإضافي. شفنا سي اس اس طاح معناتها ولا يلعب حتى بلوك با وخلى المنسير يهدد، وكان في الوقت الإضافي يجي مسجل 2-3 أهداف. أعتقد أن الاتحاد المنسيري ما سرقش انتصار متاعو. السي اس اس صحيح هذا صاريف للفرق الكبيرة الكل، راه معناتها تخسر سوبر كوب وتخسر كوب تيوزي ماشي نهاية العالم، لكن نقطة استفهام على المردود سي اس اس في المقابلات الأخيرة. نقطة استفهام عمار على مردود سي اس اس وانتصار مستحق للاتحاد المنسيري، شو اللي بقالك من هذه المباراة؟ ما نشكوش فيه انتصار الاتحاد المنسيري، لكن نكونوا واقعيين أكثر. الأسبوع الفارط احنا طلعنا في النقاشات تاعنا والحوار وتعدات اون رمارك بيرتينونت فوز البنزرتي على مباراة السوبر على التوقيت نتاعها وهي في محلها، لأنه خلينا نقولوا اللي صحيح هو الفوت بزنس، لأنه ما نحبش ان يعني هذا رأي، لكن ما نعرفش القيمة نتاع الرهان نتاع السوبر هل ترى نقل تلفزي إلى آخره، لكن الوضعية نتاع السوبر في التوقيت هذاك بالذات خلات عدم تكافئ الفرص بين الأربع فرق، لأنه الترجي التونسي في نفس الوضعية نتاع نادي الصفاقسي، لكن يلعب ضد فريق خلينا نقولوا معناها من الصف الثاني كل شيء جاهز وتقدم، لكن آون ظروف نادي الصفاقسي حكينا عليها حتى قبل المباراة، تنقل المتلوي يرجع للصفاقسي يطلعوا لتونس، يعني هنالك حتى إرهاق زايد، ما ينقصش من القيمة نتاع الاستحقاق نتاع الاتحاد المصري، لكن نحكي بطريقة منطقية. بالطريقة هذه شفت معناها دي جوار إيموسي، فريق ارتاح جمع وفريق لعب مع الحضور الذهني مع يعني البدني إلى الإرهاق الذهني إلى آخره والضغط نتاع النتيجة، خلى شيئا في دقيقة 73 شفت معناها ثلاثة لاعبين من نادي الصفاقسي، واحد ظفر لهم فاول، واحد طايح، وثلاثة مثنيين وشادين يعني في 73 معناها ويلعبوا بعشرة، دونك سيت اون ايكيب ايموسي فيزيكمون ممسوسة مونتالمون من ناحية فهذا خلى يعني كيلكو بار نقولها بكل صراحة، فربما كنا لو لقينا الأرضية والحوار اللي يكون بين زوج رؤساء أندية وطرف ثالث كالجامعة يكون حكم ربما نأجلوها ربما نأجلوا التوقيت حتى يكون تكافئ فرص معناها موجود بكل صراحة، هذا ما ينقصش من القيمة والاستحقاق تاع فريق الاتحاد المنستيري اللي خذا بزمام المبادرة كسوا معناها في الشوط الأول وإلا في الشوط الثاني أو في الحصة الإضافية على مستوى الضغط على حامل الكرة على مستوى بني الهجمة التنويع في الترانزيسيون معناها أوفنسيف في الترانزيسيون ديفنسيف يفك الكرة لما يخسرها، جاب ما كانش فرص كبيرة معناها في الشوط الأول، في الشوط الثاني جاب فرص خاصة في 80-90 كانت هنالك فرص والعمري تفنن معناها في إضاعة مع الأهدار الفرص هذه كسوا خاصة في الشواء متاع لي سوليسيون وجاهم ما يستحقوه هو الهدف متاع الوصول معناها للدور النهائي اللي كان معناها يعني مستحق. وقلت أنا الاتحاد المنستيري يفكرني فريق نادي حمل لنف، ومرة أخرى نشوف التصريح نفس الشيء تاع الأسعد جردة، تصريح تاع مدرب مسؤول ريسبونسابل عارف شو يعمل لأنه هو عنده فكر يفكر به، والأكيد اللي خلاه يفكر هكاك ظروف العمل والمناخ اللي لقاه في الهيئة المديرة تاع الاتحاد المنستيري سهيل برادي بالترشح الاتحاد المنستيري. والله قالوا معناتها برشا ملاحظات عاد، لكن شنو اللي قعد لازم ساعة كي بعد الديسيبسيون بعد الخسارة متاع قلت عليها أنت متاع كاس السوبر، لازمك ساعة الديسيبسيون ذيك تفسخها من مخاخ الملاعبية، خاطرك زادم عليه شيونس جديدة، لازم الملاعبية باش ما تدخلش فيهم دود، لازم تعرف تخلق جو خاص في الجمعة ذيك. ظهر لي كان الجو طوندو شوية. الحاجة الأخرى اللي لازم نحكيو عليها برشا هي الحمرة اللي كانت رزينة برشا في الماتش، حمرة تلعب جيمي طون كامل بعد برولونغاسيون كاملة معناتها سي سي سامواندري تشد 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 مع فريق اللي متكامل اللي يلعب فارياسيون دو جو يعرف يديزيكيليبري برشا الادفيرسير نتاعو على خاطر يلعب بكود فارييتي في الجو، يلعب جو لون جو كور لي ترانسفيرسال خاطر سي اس اس معروفه بالبريسينغ توتال مع معناتها ستيل جو نتاع سي فوزي، دونك لعبوا برشا على لي ترانسفيرسال قلقوهم التحركات نتاع كبوتو لي زابيل دو بال نتاعو تعب برشا ديفونس معناتها سورتو بعد شونجمون اللي كان معناتها اضطراري. نقولوا انه سي اس اس ما لازمش يخجل من زوز خساير هذوما على خاطر مع المستير براتيكمون في الالي عمل واحد بلاش في الريتور دوزان معناتها فريق ربح قرب برشا ليسبيرونس ديسيبسيون الجمعه اللي فاتت بيناتيات معناتها حكمت فيها، اليوم ظهر لي
لازم شويه هكا اوتور دي كلوب اوتور نتاع الملاعبيه شويه تاثير اكثر ذهني. اليوم ديما نحكيو وانه البريباراتور فيزيك عنده الحق يتدخل في خدمه المدرب يعني ويستشير المدرب في كل شيء. اليوم امبيراتيف في الكلوب نتاعنا خاطر تجم تخسر ايشيونس، تجم تخسر كوب، تجم تخسر فينال على عدم كما نقولوا احنا تركيز ذهني ولو للحظه، لانه التعب الذهني والتعب البدني خلى الملاعب يصير فوت دو ماركاج في اخر معناتها في 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 الدوزيام في الدوزيام برولونغاسيون ما يعملش ماركاج. اليوم ظهر لي من قبل ماتش الكره راهو لونترينور الستاف والناس كلهم عيطوا على الماركاج، لكن ريلاشمون مونتال الفليشيسمون فيزيك عملوا في الترح ديفيرونس بارابول للحمراء اللي كانت ترزين. واضح. سامحني عادل جبت نقطة هامة سهيل. كان نرجعوا لبونتو سكري كان ماخو بن رمضان عمل له ماركاج اندويل وقت بعض التراجكتوار نسى الماركاج وسايبه وحده. كان نرجعوا للهدف اللي تكلمت عليه سي امبورتون تبع سكري وقت ماخو بن رمضان في التراجكتوار لابار معناتها سايب له ماركاج سجل هدف وهذا في المستوى هذايا في مستوى نتاع فريق معناتها سي اس اس جماعه كبيره ما تسمحش باش ملاعب باش يعمل غلطه كيما هذه. تعرف سي مجيد في الـ في الـ في السونس هذايا فما دي زونترينور بحذانا تبارك الله معناتها قامات في التدريب في فما دي زونترينور اللي يقول لك في الماركاج كي يعطي لو ماوم قبل الماتش يقول لك راهو يماركي لك صاحبك نعمل لك سانكسيون نحي لك بريم حتى كان تربح ولا تخسر نحي لك بريم. تعامل معنا بها هذه غيرنوترور تعامل معنا بها لومير تعامل في برشا نوادي صدقني عادي وقت تشات الكوره تلقى معنق ما فيهش. اليوم كي تمس مكتوب الملاعبي راهو الملاعبي امبيراتيف يجاوب ديريكت. واضح. نقطة هامة لاحظها طبعا عبد المجيد قبنطيني نحب ناخذ راي منتصر عن المقابلة حتى حد ما كان يعتقد ان المردود باش يكون بهذه الشاكلة. اكيد مقابلة سيري برشا كل فريق النجم ينتصر ويفوز 50-50 لكن المستوى لم يرتقي الى مباراة نصف نهائي مع زوز من ابرز الفرق هذا الموسم. عادي حسب رايي عادي خاطر لو بلوز امبورتون كاليفيكاسيون عندك فينال وباش تترشح معناها ما تخممش برشا في الهدايا تخمم كيفاش باش تخلط للدور النهائي. بالنسبه نادي صفاقسي معناها صحيح التعب وديبلاسمون متلوي وماتش ترجي وذاك علاش بوتيتر فوزي بنزرتي عمل تروا شونجمون دخل دكدوك دخل علي غرام ويدو معناها الى بورتي دي شونجمون باش يزيد ان بو دو فريشور. سي فري اللي حتى للورقه الحمراء الماتش كان تريز اكيليبري خاطر اتحاد المونستيري ايزون في لو شوا باش يكونوا تري كومباكت تري زورغانيزي بصابو بفادي العرفاوي بالصغراوي نحى المستانس يلعب العمري والعمري وكبوتو نحى ياسين العمري وزاد تقاوى وميليو تيرا دونك معناها جايين يعرفوا روحهم مش قاعدين يعملوا اتحاد المونستيري. قد ما تعدى الوقت قد ما سيسيس باش تيح فيزيكمون. فوالا باش تيح فيزيكمون ما حسب رايي سي فري لو بروبليم فيزيك موجود اما لو بلو غرو بروبليم اللي مونتال معناها نادي صفاقسي دخلوا في الماتش حبوا يوريوا اللي هما موجودين في الامباكت في الجويل في النص ساعه الاولى سي فري من بعد ليكيب ما كاني ما تجاوبش معناها مونتالمون يا في با جو ريبوندون ما حتى البلاريتي مثلا انا نعرف فوزي بنزرتي ونعرف سي راهو في البلاريتي كره اكسونتري يلعب الزون معناها الينيومون وتيح الكره تضرب في الزون حتى يعاد ما ياخذ في الماركاج وقت اللي انت جماعي في النيفو هذا فما واحد يقص تراجيكتوار والناس تلعب الزون الينيومون تيح في زون سنترال قدام الكاج ترقى حتى واحد زوز ملاعبين من السير وحدهم زوز وحدهم دوك ليكيب خرجت مونتالمون كونسونتراسيون ماهيش موجوده معناها يافي با جو ريبوندون حتى بعد الهدف حاولت تحب ترجع حاولت تحس اللي ليكيب تحب تعمل رياكسيون مي اشاك فوا ما فماش ليكيب ما معناها مكبله فيزيكمون ومونتالمون في مونتالمون سيرتو نتصور الكلمه اللي قالها انيس بوجلبان معناها يافي دي زومبيسيون قال احنا نلعبوا على تروز اوبجيكتيف دوزيام بلاس وضيعنا لي دوز اوبجيكتيف الاخرين اللي هما سوبر كوب والكوب بوتيتر كو النادي الصفاقسي حب يعمل لو بلان معناها يكمل دوزيام يدخل شامبيونز ليغ ويهز لو دو تيتر الاخرين تمس الفريق تمس بسيكولوجيكمون خاطر حتى من شوف الورقه الصفراء الاولى نتاع محمد بن علي سي اون رياكسيون نتاع فلوستراسيون معناها تعدى موزيس عمل ان اكسي دونجاجمون فما بوكو دو رياكسيون في وسط الماتش اللي يوريك ليكيب اللي فلوستري توا لا بروجيكسيون فير لافون
الموسم مازالو شهر باش يبدا، تحذيرات قريب تبدا، مش يا توتا روفير مي فما حاجات يلزمها تتصلح باش تدخل شامبيونز ليغ. الاتحاد المونستيري تريبل ديكلاراسيون تاع لسعد جرده معناها سي معناها استراتيجيكمون سي تري بيان اللي قالوا، خاطر مثلا نعطيك اكزومبل في انجلترا قبل كان فما بيك فور، توا فما بيك فايف وار بيك سيكس توتنهام. الاتحاد المونستيري اليوم وصل في مكانه لازم يحافظ عليه. وكي نشوف انا مثلا الاتحاد المونستيري عام الجاي باش يدخل يلعب كوب الكاف، نشوف مثلا في الكاف بيراميدز حوريه كوناكري بركان وقادير في الدومي فينال. دونك معناها نحكي كومباراتيفمون الفرق هذوما، دونك ينجم يمشي بعيد، ينجم يعمل باركور، لي زومبيسيون يلزمهم يكبروا. نعرف لي كونديسيون دو ترافاي باهين كما قال معناها لي كونديسيون دو ترافاي، الهيئه واقفه، الاطار الفني، الملاعبيه فو غومبلاسي اليوم لي جوار اترونجي اللي باش يخرجوا، هما لي زومبيسيون يلزمهم يكبروا. والديكلاراسيون باهي تري ماتش صح تري ماتش تري تري بون ماتش سور لو بلون تكتيك من الاتحاد المونستيري، تري زورغانيزي استنى في نادي صفاقسي، والحاجه الباهيه سادابتي مع لي سيركونستونس تاع الماتش. وقت اللي نادي صفاقسي ولا ب 10 واندري، الاتحاد المونستيري شفناه اعلى في التيران، يطلعوا 10 15 20 متر لقدام باش يمشيوا يلوجوا الهدف، وجاو دي زوبورتونيتي في الاخر. معناها هذا سي لادابتاسيون، لي سيركونستونس تاع الماتش تدخل انت بلون جو وتحب تعمل حاجات، مي وقت اللي في الماتش يصيروا دي سيركونستونس يخليوك يلزمك تتاقلم معاهم، هذاك اللي صار اطار فني وملاعبي. وانا يلزمني نطلع فاصل اشهاري اكيد ونعود الحديث عن مباراه النادي الصفاقسي والاتحاد المنسيري وبعدها مباراه هلال الشابه والترجي الرياضي. فاصل ثم نتواصل.